يعني انا عندي فكره صحيحه ان انا استند ان الناس كلها بتعمل الفكره دي او الناس كلها مقتنعه بالفكره دي ف يعني الفكره دي هي صحيحه تمام. طالما الناس بتعمل الفكره دي يبقى الفكره دي هي صح. طيب زمان كانت الناس مؤمنه ان الارض فلات تمام. طيب يعني هو لو الارض فلات والناس كلها بتعمل كده طبعا يعني الفكره دي تبقى صحيحه تمام. يعني بعد كده الناس يعني اكتشفت ان الكلام ده مش صحيح. نبدا نتكلم شويه عن مثلا واحده اسمها ساره ما بتحبش السوشيال ميديا ومش مقتنعه ان الكلام المفروض يبقى يعني عشان المفروض الكلام ده يبقى فيس تو فيس. لقيت فجاه اصحابها ابتدوا يعملوا اكونتس على الفيسبوك فابتدت تقتنع انه طب ما اعمل كده المشكله اصحابي كلهم عندهم اكونتس على الفيسبوك. واحد تاني اسمه مثلا محمد تمام بيحب يسمع الكلاسيكال ميوزك وبيحب يسمع المجال القديم وكده. فهو صعب بيقول له يعني الاغاني دي عندك عن كذب وجودك يعني يعني خليك تعيش بقى بسنك عارف تسمع الحاجات الجديده. في كده مثلا اسمها في بنت اسمه مشروع ليلى تمام. فهو يعني هو سكت كده شويه وبعد كده قال له قال لي دوت ماي ده مش عايزين مشروع ليلى اسمه مشروع ليلى. هو اصلا ممكن ما يعرفش مشروع ليلى اصلا بتعمل ايه يعني بس هو فاكر كده مقتنع ان مشروع ليلى ده كامل يعني. مثال تاني ده كلنا شفناه أو معظمنا يعني بيقول كان بيتلو ليس سلم الخروج كده وسلم الخروج كده الناس واقفة على سلم الخروج ده واقفة على السلم أو واقفة على سلم أو الناس اللي هو بيتلو بقى قاعد واقفة على سلم الدخول عايز تخرج. طب هو الكلام ده حصل أصلا ليه؟ هو الموضوع كله بدأ مثلا باتنين تلاتة تمام واقفين في مكان غلط تمام. فواحد جه واقع واقف معاهم عشان هم واقفين في المكان ده غلط هيدخل. واحد خامس جه واقف معاهم هو فايق بيمشي مع المولى كده ان هو الناس كلها عايزة تدخل هنا فهو فهو بيدخل من هنا خالص. الشركات بقى بتستخدم ده دلوقتي فارس كويس ان هي من شركات الدعايه والاعلانات مثلا مثلا ايه؟ معجون سنسلاي ده 90% من الاطباء بينصحوا بيه. مع ان ما بتستخدمش سنسلاي ده عندي معظم الناس على طول ما بتستخدمش سنسلاي. ماشي برضه الناس بتوع السياسه بيلعبوا على الحته دي جامد جدا ان هو يكبر ناس والناس دي تبدا بقى ايه يحاول من نوع يعني نوع الناس الثانيه ان هو الراجل ده صاحب الفكر السليم وان احنا كلنا لازم ننتخب الراجل ده تمام. فالناس دي تبدا تكسب ناس ثانيه والناس الثانيه دي تبدا تكسب ناس ثانيه فيبدا الموضوع البلاك بتاعته بيزيد قوي تمام. فيبدا الراجل ده ممكن يكسب الانتخابات بفكره الباك جراوند ده ان هو لم الناس بس الناس دي ممكن حتى ما تكونش عارفه هو يعني ايه الفكر بتاعه بس مجرد ان هو افضل ناس ابتدت تقنع ناس ثانيه بالفكره ان هو ده شيء صح.